ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشاط الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشاط. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، الذي أكد استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة. رئيس الجمهورية يصدر أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 لبدء التلقيح ابتداء من جانفي 2021. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد من المدية أهمية توجيه السياسة الوطنية للتكوين نحو تأهيل الكفاءات الوطنية خلال إعطائه إشارة انطلاق الدخول المهني 2020-2021. محور طريق السيار شفا الرابط بين شفا وبرواجية يدخل حيز الخدمة، والمشروع مكسب كبير وذو أهمية استراتيجية يربط البحر المتوسط بالساحل الإفريقي. ضمن سلسلة تقاريرنا حول حصاد 2020، التلفزيون يقف عند الهبة التضامنية للجزائريين والجزائريات موازاة مع تفشي كورونا فيروس، ويرصد الجهود الوطنية لمكافحة الوباء في غمار سنة كاملة. والمسيلة تستفيد من مشاريع تنموية لفك العزلة عن المناطق النائية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي يواصلون حملات التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا لفائدة السكان بتندوف أدرار وبشارة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم أوامر للوزير الأول بأن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، وجاء في حساب السيد الرئيس على تويتر ما يلي: لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021. وكما جاء في العناوين، تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، اطمأن من خلالها على حالته الصحية متمنيا له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التركي أنه تابع باهتمام كلمة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري، معربا عن سعادته بتمثل السيد الرئيس للشفاء ومبرزا استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة. برلمانيا، عقد اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، الذي استذكر ما حققته الجزائر من مكاسب بعد مرور سنة كاملة من أداء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لليمين الدستورية، مؤكدا أن تلاحم الشعب مع جيشه زاد من تمسك الجبهات الداخلية وساهم في نجاح مسار الإصلاحات السياسية والتي كان من أبرزها تعديل الدستور ومشاريع وقوانين. كما تمنى مكتب المجلس في اجتماعه اليوم موفور العافية لرئيس الجمهورية، معربا عن تفاؤله بأن يحمل مطلع العمل الجديد بشائر التغلب على وباء كورونا وتجاوز كل التحديات. هذا ودرس المكتب ثلاثة طلبات قدمتها كل من لجنة الإسكان والتجهيز والري، ولجنة الثقافة والاتصال والسياحة، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهنية. التحق اليوم ما يقارب 540 ألف متربص بمقاعد المؤسسات التكوينية لسنة 2020-2021 في ظل تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي لمنع انتشار كوفيد-19.
وبالمناسبة أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مرفوقا بوزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود وزير الطاقة وعبد المجيد عطار وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هويام بن فريحة وزير السكن والعمران والمدينة كمال نصري وزير الأشغال العمومية فاروق شعلي وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني. أشرف بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية المدية على انطلاق السنة التكوينية الجديدة. الوزير الأول أكد أن مشروع إصلاح نظام التكوين المهني يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة، مبرزا أهمية توجيه السياسة الوطنية للتكوين نحو تأهيل الكفاءات الوطنية. يتعين توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين نحو التكفل بتأهيل الكفاءات الوطنية، ولهذا الغرض يجب وضع تصور جديد لمفهوم التكوين المهني الذي أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتوسطة. ذلك أن التكوين المهني هو الجواب لحل مشاكل الشغل للشباب المتخرجين من مراكز التكوين، وبالتالي ينبغي أن نجعل من التكوين والتعليم المهنيين وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحديث ثلاثة أهداف. أولا، تأهيل طالبي التكوين الجدد لتمكينهم من الالتحاق بعالم الشغل. اثنين، منح تكوين مهني تكميلي للعامل للعمال لتحسين مستواهم أو لتغيير مناصب العمل. ثالثا، تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني. وطبقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ولمخطط عمل الحكومة، اندرج مشروع إصلاح نظام التكوين المهني ضمن هذا المنظور. إنه يهدف إلى تكوين الشباب وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي تتيح لهم التكيف مع عالم يميزه التطور السريع للمعلومات والتقنيات العلمية والتكنولوجية. وعلى هامش إعطائه إشارة انطلاق السنة التكوينية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وصيانة العتاد الطبي، طاف الوزير الأول بمختلف أقسام المعهد ومخابره، كما زار معرضا لمؤسسات الناشئة لخريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني. المتابعة لولي الزروق. توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين نحو التكفل بتأهيل الكفاءات الشبانية يدخل ضمن مخطط عمل الحكومة كاستراتيجية تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل للشباب مع تكييفها بمتطلبات المؤسسات بكل أنواعها. التكوين هذا بارك الله فيك، تكوين استراتيجي مهم، أولا للحفاظ على الأشياء اللي نشروها الآلات، واثنين للصيانة تكون موجودة هنا، وكذلك ربح أموال كبيرة طائلة بالعملة الصعبة. يعني الآن هذه مهنة شريفة جدا مهمة، وقد أقول استراتيجية، إذن لازمنا الشباب تاعنا يتوجهوا، ويجب إعطائكم كل إمكانيات باش تكونوا هذه الفئة من الشباب اللي يهتموا بهذا التكوين. هذا تشجعوا الشباب يروح في هذه المؤسسات ويكونوا مقاولين ويعملوا ويتكونوا. لازم نديروا شراكة يعني من ناحية التكوين، بارتناريا مع ربما مراكز أجنبية اللي عندها مستوى ثاني تكنولوجي متطور جدا. الوزير الأول عبد العزيز جراد وخلال افتتاحه للسنة التكوينية أكد على ضرورة إصلاح نظام التكوين المهني وتكييفه مع عالم يميزه التطور التكنولوجي السريع. مش ضروري واحد لازم يلقى شغل في المستشفى ولا في عند قطاع خاص،
ديري المؤسسه نتاعك وانت من بعد بالمؤسسه هذيك تنجمي حتى غدوه يبعثوا لكم الناس يتربصوا عندك تيا. قطاع يعد محركا اساسيا لانشاء صناعه حقيقيه، وهو ما يفتح امام الشباب المتخرج من مراكزه ومعاهده انشاء مؤسسات مصغره وناشئه تساهم بفعاليه في تحريك النسيج الاقتصادي الوطني. وعن هذا الموعد التكويني المهني تحضر معنا ببلاطو الثامنة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة. السيدة الوزيرة مرحبا بك معنا. مرحبا بك وتحية طيبة للمشاهد الكريم. وفي الحقيقة أود بداية أن أتوجه بخالص تمنيات لكل أسرة التكوين المهني بمناسبة هذا الدخول، وأتمنى لهم جميعا التوفيق. إذن كيف كان الانطلاق هذه السنة التكوينية خصوصا في يومها الأول هذا العام؟ نحن نستبشر خيرا بهذا الدخول، لأن أبناء التكوين والتعليم المهنيين دخلوا اليوم كزملائهم في التربية الوطنية وفي التعليم العالي، والدخول أكيد تم في ظروف متميزة، خاصة وأنه كان ولأول مرة تحت إشراف السيد الوزير الأول، وهي بادرة أولى نعتز بها. إشراف السيد الوزير الأول على الدخول التكويني في الحقيقة يؤكد حرصه، ومن خلاله حرص السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إعطاء قطاع التكوين والتعليم المهنيين المكانة اللازمة لهم، لأن هذا القطاع اليوم أصبح أساسيا في إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا. يعني كيف وما ميز الدخول المهني لهذه السنة خاصة مع التوجه الاقتصادي والصناعي الجديد للجزائر؟ الواقع أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين الآن أصبح منفتح على الاقتصاد وعلى المقاولاتية، وهو هذا الانفتاح يلزمنا بعقد شراكات متعددة مع كافة القطاعات ذات الانتماء أو البعد الاقتصادي، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك تحيين دائم ومستمر لبرامج التكوين وللتجهيزات والأدوات. ولعل المعرض الذي شفناه اليوم يؤكد على هذا الاتجاه. هذا المعرض هو لأجهزة مختصة في الصناعة التحويلية قام بها أساتذة مختصين من القطاع بمبادرة خاصة منهم. هذا المعرض في الحقيقة يأتي في نفس التوجه الذي كان يحرص عليه دائما السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالموارد والخيرات نتاع بلادنا والاستفادة منها في الصناعات التحويلية، وهو ما أكد عليه اليوم السيد الوزير الأول بضرورة إعطاء الصناعة التحويلية أولوية خاصة خلال برنامج منها يعني في إطار برنامج الحكومة المطبق هذه السنة بحول الله. نعم معالي الوزيرة ابقي معنا ونعود إليك بعد هذا الموضوع، حيث شهدت معاهد ومراكز التكوين المهني عبر الوطن أجواء استثنائية ميزها التزام تام بالبروتوكول الصحي الذي اتخذ مسبقا الدخول المهني عبر الوطن. في هذا التقرير لسهيل زيدور. يلتحق ممتهنو ومتربصو معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني بمقاعد الدراسة وسط حرص وتشديد كبيرين على احترام وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من كوفيد-19. إجراءات وتدابير إدارية وبداغوجية جديدة تضاف إلى جملة التدابير الصحية من تعقيم المؤسسات والمعاهد والهياكل البداغوجية لتعود الحياة والنشاط بعد توقف دام أزيد من 9 أشهر من الغياب والانقطاع. الحمد لله رجعنا، تلاقينا بالزملاء والأساتذة ولقينا يعني بكامل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي. راني دايره الوقايه تاعي، جايبه ديزانفيكتون البافيت، قاعدين كمامات وقايه مليحه الحمد لله. وفي اليوم الاول من انطلاق السنه التكوينيه تكيفت بعض المعاهد مع الوضع الصحي من خلال استغلال فضاءات الورشات التطبيقيه الواسعه لمزاوله الدروس النظريه وكذا الدروس التطبيقيه قصد احترام التباعد الجسماني بين المتربصين.
السلطات المحلية بالولايات أعطت اهتماما للمراكز البعيدة والمعزولة لإبراز كفاءة أبنائنا في كل مكان، كما كانت لبعض المؤسسات المهنية فرص الظفر باتفاقيات شراكة مع متعاملين اقتصاديين واجتماعيين ستسهل وتحسن الأطر التكوينية. سيد الوزير، كما شاهدنا في التقرير يعني تم هذه السنة الدخول باحترام تام للبروتوكول الصحي، ما هي الاستراتيجية لضمان الوزارة اعتماد هذا البروتوكول الصحي لسنة آمنة؟ نعم، نحن نرى اليوم أن الأرقام الحمد لله في تنازل، ولكن المهم أن نحن نحافظ على ذلك، وبالعكس يمكن أن تنزل أرقام الحالات إلى أكثر بشرط الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. البروتوكول الصحي الخاص بقطاعنا أيضا تم يعني صادقت عليه اللجنة العلمية المختصة، والأساس نتاعه هو تنصيب لجنة ولائية يرأسها المدير الولائي. في هذه اللجنة نجد كل مثلا السلطات الصحية، الأمن، الداخلية، المصالح الصحية وغير ذلك، وهناك نقطة اتصال على مستوى كل مؤسسة تكوينية، وتقرير يومي يرسل في ساعات محددة من أجل متابعة أي حالات. ولكن الأهم كما نقول هو الحرص من أبنائنا على احترام قواعد الاحترازية. القطاع سيتكفل بتقديم الوسائل الحماية لكل أبناء وعمال القطاع سواء من حيث الكمامات أو من وسائل التعقيم، ولكن أنا نوجه نداء لأبنائي من المتكونين أن الاحترام نتاع الارتداء الوقاية يعني وسائل الوقاية ما يكونش في المؤسسة فقط، لأن مع الأسف نشوفهم لما يخرج إحنا لا، حاول أنك تلتزم بها طوال اليوم في المؤسسة وخارج المؤسسة، وسيكون هذا الدخول إن شاء الله ناجح، ويعني نستدرك كل التأخير البيداغوجي. أيضا عملنا اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تزويدنا من أجل مساعدتنا في تعقيم الدوري، يعني هناك من الجمعيات من المجتمع المدني التي أبت وأرادت أبت إلا أن تشارك معنا في تعقيم دوري، ونحن نتوجه لها بكل الشكر والثناء، لأنه الآن المسؤولية هي مسؤولية الجميع. ومرة أخرى أؤكد أن احترام الكامل للبروتوكول الصحي هو مسؤولية الجميع ولا يجب أن نتنازل عنه. إذن وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هويم بن فريحة، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور. العفو. شكرا سيدة الوزيرة. وبالعودة إلى زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى ولاية المدية وفي الشق التنموي، أشرف جراد على تجهيز مشروع مقطع الطريق السيارة الرابط بين الشفا والبرواقية على مسافة 53 كيلومترا. تابع التفاصيل مع ملك زجولي. مشروع عملاق بخصوصيات متعددة يفتح آفاق التنقل السريع بين الولايات ويربط الشمال بالجنوب، وبذلك يعزز الحركة التجارية. أنجز بمعايير دولية وخبرة جزائرية، وها هو يفتح أمام مستعملي الطرق السريع. بكري كانت شوية سيركلاس وكنا نعانيه، بصح دوك الحمد لله كنا نديرو ساعتين من مثلا الأكثر، كيما دوك رأينا ساعة غربع، فرق كبير كاع. ما شاء الله الجزائر راهي بخير، كي نشوفوا طرقا كيما هكذا في الربع ساعة، يعني درت المسافة هذه بين الشفاء ومدية، راني نحوس بالعائلة ما شاء الله يعني، والجو مليح، وراني نشوف طريق قاع راهي محروسة من طرف الدرك الوطني، ربي يحفظهم إن شاء الله ويحفظ قاع مصالح الأمن. والله غير طريق كنا كي نروحوا في الطريق هكذا للبليدة تجيب النهار كامل، النهار كامل، بصح ضربك الله يبارك الله يبارك الله يبارك، والله يزيد ما أكثر إن شاء الله، يزيد الخير، ربي يزيد الخير إن شاء الله. الوزير الأول عبد العزيز جراد يدشن المقطع الأخير من طريق السيار الرابط بين شفا والبروقية، ويقف على آخر التقنيات المستعملة في التحكم ومراقبة الحركة المرورية لضمان سلامة المواطنين. إن شاء الله سنواصل هذا الطريق، هذه شمال جنوب، هي طريق سريع يبدأ من البحر الأبيض المتوسط ويصل إن شاء الله إلى منطقة الساحل الإفريقي. فالجزائر بلد كبير شاسع، ولذلك
الدولة والسلطات العمومية قائمة بهذا البنية التحتية الاستراتيجية. نتمنى إن شاء الله أن الإطارات تواصل هذا العمل القيم، ووزارة الشغل العمومية تقوم بهذا العمل مع كل الشركات والمؤسسات سواء وطنية أو الدول الصديقة التي نتعاون معها لوصولها إلى هذه الأهداف الاستراتيجية المسطرة. مثل هذه المنشآت الفنية ترفع المشقة والعناء عن المواطن وتبرز مجهودات الدولة في قطاع الأشغال العمومية. الوزير الأول وخلال زيارته لمستثمرات فلاحية متخصصة في الأشجار المثمرة بعين الملح ببلدية واد إبراهيم، أكد على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية بهدف فتح أفاق جديدة للفلاحين. يقول حمزة أحمد القسام. أكثر من 400 هكتار من بساتين الأشجار المثمرة تم إنجازها ببلدية ولاد إبراهيم بالمدية في إطار شراكة بين مستثمرين خواص والفلاحين أصحاب عقود الامتياز. الشراكة التي تهدف إلى عصرانة هذه المستثمرة الفلاحية ستسمح بإنتاج 13 ألف طن من الفواكه. وهنا دعا الوزير الأول إلى ضرورة الاستثمار أكثر في الصناعة التحويلية. الشراكة هذه مهمة جدا بين الفلاحين والمستثمرين، لأنه عندما تكون شراكة كما يقولوا رابح رابح ستمكن يعني أولا تطور الإنتاج الفلاحي نتاعنا، وثانيا تعطي فرص العمل منتوج الفلاحي أعطى خاصة في هذه المرحلة نتاع الوباء فرصة، يعني ما كانش خلل في التوزيع المنتوج نتاعنا على مستوى كل القطر الوطني، لكن لازم نفوتوا المرحلة الثانية وهو تحويل هذا المنتوج. إذن في برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط العمل تاع الحكومة ندعم هذه الفكرة، ضرورة تدعيم الصناعات التحويلية. الوزير الأول عبد العزيز جراد وخلال استماعه لانشغالات فلاحي المنطقة أكد على ضرورة إزالة العراقيل الإدارية من أجل تحسين مناخ الاستثمار. استصلحنا في عامين، رانا في عامين وحنا نستصلحوا باش لحقنا اللي رحنا، وهذا اللي حاجزنا هذا كاع من مالنا الخاص. حنا درنا شراكة أصحاب عقد الامتياز ودرنا معاهم 66-34 وكاين اللي دار 1%، لكن عندنا مشكل واحد اللي رانا متخوفين منه، راه محبسنا. عندنا مشكل تاع الصيفة، ما عندناش ضمان في الاستثمار، ما عندناش عقد تنازل اللي يوجهني يعني يحمينا الاستثمار تاعنا. مشكل حقيقي، ولكن لازم السيد وزير الفلاحة لهنا لازم هذا الامر هذا نوصلوا له ونلقاو حل والتوضيحات التوضيحات، لانه هذا هو اللي شجع الاستثمار. واش كان ما قالش هذه العراقيل هذه الاداريه والبيروقراطيه ما تخليش الاستثمار يتطور، والناس عندهم الحق. يعني واحد مستثمر كيما هذا يجي يصرف امواله الخاصه، نعم، ومن بعد من ناحيه الناحيه القانونيه الارض يبقى فيها علامه استفهام، هذه ماهيش معقول. ولذلك مع الاسف يعني المفروض كانت الامور هذه راهي تحلت عندها مده، ولازم نمروا الى تدعيم المستثمرين والحل مع الفلاحين اللي كان عندهم هذه الاراضي هذه وعندهم نسبه مئويه، وما تنازلوا على طرف وبقى لهم 1%، مش معقول 1% هذاك يصبح عائق. هذا ومنذ انطلاق العملية في شراكة بين المستثمرين الخواص والفلاحين تم تشجير أكثر من 1330 هكتارا بالولاية وتوقيع 71 عقد شراكة. هذا وأشرف الوزير الأول اليوم على وضع حجر الأساس لإنجاز 1667 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ببلدية بن عطلي، كما أعطى جراد إشارة انطلاق إنجاز شبكة التوزيع والنقل لتزويد 7 بلديات بالغاز الطبيعي وتدعيما للصحة الجوارية بمناطق الظل. أشرف الوزير الأول على توزيع 5 سيارات إسعاف. تقول كريمة الشمط.
المحطة الثالثة من زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى ولاية المدية كانت منطقة بني عطلي، أين استمع إلى عرض شامل للبرامج السكنية بالولاية، ليخص بعدها بشروحات مفصلة لبرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عدل، والذي استفادت المنطقة بواحد من مشاريعه، حيث أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لإنجاز 1667 وحدة سكنية، معطيا إشارة انطلاق الأشغال بالمشروع الذي سيعزز الحظيرة السكنية بالولاية. كاين أمور تغيرت في ولاية المدية، يعني أنا رئيسا من 57 سنة في عمري، ولكن تغيرت أمور، كاين مشاريع، كاين سكنات اجتماعية وحتى الأديال، كاين تأخر. وفيما تعلق ببرنامج رئيس الجمهورية لمناطق الظل، أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق إنجاز شبكة التوزيع والنقل لتزويد 7 بلديات بالغاز الطبيعي، لترتفع بذلك التغطية الإجمالية بهذه المادة إلى 95%. الغاز وفرنا وخلصنا ودفعنا الدوسي وسهلونا، شغل حاجة ما صعبت علينا الحمد لله من جهة الدولة. واقع تترجمه المشاريع المجسدة خاصة فيما تعلق بفك العزلة عن المناطق النائية، على رأسها الشبكة الكهربائية والتي بلغت نسبة التغطية بها 90%، أثنى من خلالها الوزير الأول جهود وأداء السلطات المحلية للولاية. الإنجاز هذا كانت المنطقة هذه منتظرة، والإخوان رؤساء البلدية راهم سعداء الحمد لله. ثم راكم المهمة تاعكم قمتوا بها، الحمد لله، حلم تحقق، سلمونا على المواطنين كل فهمتني، وهذا هي الدولة عندها الدور هذا فهمتني، ومع السلطات المحلية تدريجيا حتى ولا كانت تأخرت، ولكن الحمد لله كتب ربي كانت في هذه المناسبة هذه. هذا وكان قد أشرف الوزير الأول على توزيع 5 سيارات إسعاف لمؤسسات صحية بمناطق الظل، والتي تضاف إلى عمليات مماثلة سابقة، ليصبح العدد الإجمالي 48 سيارة إسعاف مسلمة. الوزير الأول عبد العزيز جراد والد نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الجهوية بالمدية، أكد أن اجتماع مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء القادم سيدرس مقترحا لإيجاد حلول لملف عقود ما قبل التشغيل. احنا تقريبا الملف هذا لقيناه يعني كان معقد جدا، ورثنا هذا الملف هذا، لكن كان إرادة حقيقية وطلب منا السيد رئيس الجمهورية باش نحلوا هذا المشكل هذا. احنا قمنا بمقاربة مع السيد وزير العمل سي جعبوب، وهناك اقتراح ان شاء الله في مجلس الحكومة هذا الجاي يوم الأربعاء باش نتكلموا عليه، وعندنا حلول ان شاء الله مع بداية هذه السنة إن شاء الله. سنة 2021 ان شاء الله. عبد العزيز جراد ولدى استعراضه حصيلة عمل الحكومة خلال سنة كاملة، أكد أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون منح الحكومة كل الإمكانات اللازمة لرفع التحديات التي من شأنها إنجاح مسعى الجزائر الجديدة. نحن نعمل بكل قوانا بكل إرادة بكل صدق لإعطاء فرصة لبلدنا. عندما نتكلم عن جزائر جديدة ليس كشعار، لكن يجب أن تتغير الأمور حقيقة، أن نذهب إلى إعطاء الفرص خاصة للشباب، أن مستقبل الجزائر هو في مستقبل الشباب، في مستقبل إطاراتها، في عمالها، في فلاحيها. أنا عندما أذهب وأرى في المخابر شباب مثل اليوم يعملون، عندما أذهب وأرى الفلاحين يعملون، عندما أذهب إلى الأساتذة أراهم يعملون، هذه هي الجزائر التي تعمل، ليس الأفراد الذين يشوشون على البلاد ويأتون بشعارات مضادة لكل ما نقوم به. نحن نؤمن بأن عملنا هو صادق، بأن السيد رئيس الجمهورية أعطى لنا كل الإمكانيات والفرص لكي ننجح في عملنا، رغم الظروف، رغم الوباء، رغم النقائص من ناحية المالية، لكن الحمد لله
بهذه الإرادة سننجح. أشرف وزير البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أشرف اليوم على افتتاح السنة التكوينية على مستوى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام بوهران عبر تقنية التحاضر المرئي، كما أشرف الوزيران على حفل تخرج الطلبة أو طلبة المعهدين. احنا كانت اتفاقية مضيناها بين وزارتين اللي درنا فيها تبسيط الإجراءات وقلنا باش يكون يعني كل رقم كل عملية تاع تسجيل طلبتنا الكرام. الظرف الصحي الحالي ظرف صعب وحنا حبينا نقصوا الضغط على مكاتب البريد، تم رقم كل عملية وتم يعني تسجيل وفتح الحسابات الجاري البريدية عن بعد والدفع عن بعد في ظرف قياسي. أن كل سنة بين 280 و 300 ألف طالب جديد حاملي شهادة البكالوريا، وللمرة الأولى قمنا برقمنة كل العملية من البداية إلى النهاية حتى باش الطالب ما يجيش الجامعة وما يكونش حاضر في الجامعة في هذه المرحلة الوبائية. أشرف وزير التجارة كمال رزيق على افتتاح السنة الدراسية الجديدة لمدرسة غرفة التجارة والصناعة بصنوبر البحري، وتم الاتفاق على تكوين عدد من الموظفين في وزارة التجارة في مختلف المجالات. نكون شهداء على إبرام اتفاقية للموسم الدراسي 2020-2021 بين وزارتنا وبين الغرفة. لا يخفى عليكم بأن وزارة التجارة لها برنامج تكويني كبير جدا، تكيفت مع هذه الجائحة. منذ تقريبا شهرين أو ثلاثة تم إطلاق تكوين عن طريق النت لحوالي 7500 موظف في 50 مجال تكويني. الحمد لله إلى يومنا الحالي نسبة التقدم يعني كبيرة جدا، استطعنا أن نقوم بحوالي أكثر من 30 مجال تكويني ل 4500 طالب. وبالمدرسة العليا للفنون الجميلة بالعاصمة أشرفت اليوم وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة على الدخول الجامعي الفني عبر المعاهد والمدارس المتخصصة تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون. وزيرة الثقافة والفنون أكدت بالمناسبة على أهمية التكوين في المجال الفني وهو ما سيساهم حسب الوزيرة في تحسين الفضاء العمومي، كما شددت الوزيرة على أهمية تكوين الطلبة في مجال المقاولات الفنية لمساعدتهم على إنشاء أعمال حرة في المجال الفني. إن التكوين الذي نقترحه في معاهد ومدارس وزارة الثقافة والفنون ضروري للحياة العامة وللفضاءات العمومية، وهنا أتعهد أمامكم أنني سأسعى من أجل تكريس هذا عبر مخاطبة الشركاء في القطاعات الأخرى، ليكون بوسع الطالب ثم المتخرج فالفنان أن يساهم في اختراق الصمت الفني الذي يتوسع كلما غابت المبادرة، كي يكون بوسع الطلبة والمتخرجين المساهمة في تجميل الفضاء العمومي كالساحات والحدائق والمباني العمومية. قدم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله الحصيلة السنوية لنشاطات المجلس والتي بلغت 65 نشاطا متعلقا بالمشاركة الدولية ومشاريع وإصدارات ومنشورات مختلفة. المجلس الإسلامي الأعلى واصل المهام تقريبا بمعدل نشاط كل نصف شهر وأحيانا كل أسبوع، بحيث عدد النشاطات أكثر من عدد الأسابيع. هذه النشاطات تمت داخل المجلس وقليل منها خارج المجلس، لكن أغلبها تمت داخل المجلس بفضل الأساتذة والجامعيين الذين لم يبخلوا علينا بحضورهم وبتقديم مساهماتهم. هذا بالإضافة إلى الأعمال التي قدمها بعض أعضاء المجلس، وهي منشورة أمامكم
يمكنكم أن تتعرفوا عليها واحدا واحدا. دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم في بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن الإنساني، دعا المجتمع الجزائري بكل أطيافه إلى إحياء قيمة التضامن وجعلها آلية عمل يوميا لمساعدة الفئات الهشة في كل الظروف، حثنا الشباب على التفكير لإيجاد سبل جديدة وفعالة لتنمية التضامن وغرسه في صفوف المواطنين والعمل به خاصة خلال الأزمات والكوارث مهما كان نوعها. وأشار في هذا السياق إلى أن جائحة كورونا أبرزت بشكل واضح أن التضامن والتآزر وسائل مهمة لمواجهة الوباء خاصة إزاء الفئات الهشة في المجتمع، مبرزا أن التضامن الإنساني له مكانة كبيرة في تقاليد الشعب الجزائري وفي رصيده الحضاري وهو جزء أصيل من ثقافته. يشرع التلفزيون الجزائري ابتداء من اليوم في بث سلسلة من التقارير الإخبارية حول أهم ما ميز سنة 2020 من أحداث وطنية ودولية في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والرياضية. نعم سعيد، وسنة 2020 ميزتها الهبة التضامنية التي جمعت أبناء الشعب الواحد في صور أبهرت العالم، صنعها الجزائريون داخل الوطن وخارجه من أجل القضاء على وباء غير حياة العالمين. أحلم قلمامي والتفاصيل. مميزة لجميع الجزائريين في كل المحطات، هبة من العطاء والسخاء، هو التكافل الاجتماعي العاكس للتضامن المجتمعي المتجذر، اتضحت معالمه بصفة أقوى مع ظهور جائحة كوفيد-19، فاتخذه الجزائريون سلاحاً لمجابهة الوباء. البداية كانت من مدينة الورود البليدة، وبمجرد فرض الحجر المنزلي فيها وتفشي الوباء تكاثفت الجهود بين مؤسسات الدولة وجميع فعاليات المجتمع المدني، وتتابعت عمليات وصول هبات التضامنية وقوافل المساعدات من كل ولايات الوطن، محملة بالمواد الاستهلاكية والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف. الظرف الصحي الاستثنائي كان يستوجب بالدرجة الأولى الأخذ بعين الاعتبار أطقم الجيش الأبيض، فتسابق لهم المتطوعون والجمعيات الخيرية بوقفات الدعم المعنوي والعرفان بمجهوداتهم الجبارة في إنقاذ الأرواح، فتوالت المساعدات بأجهزة الإنعاش والكشف عن الوباء، كما أطلق العنان للمبادرات الخيرية والتجند لخياطة الألبسة والأقنعة الواقية وتوزيعها على مستحقيها. صور التضامن تجلت أيضاً من أبناء جاليتنا بالمهجر الذين ساهموا بشكل فعال بوقفاتهم المتعددة من خلال إرسالهم لأطنان المساعدات إلى أبناء وطنهم. وحفاظاً على صحة المواطن أطلقت صافرات التحذير من الاستهتار بالوباء، وجندت جميع أطياف المجتمع والهيئات الرسمية أين بوشرت عمليات تعقيم الشوارع والمؤسسات العمومية ووسائل النقل تجنباً للعدوى. والتفاتة للأشخاص دون مأوى بوضعهم في مراكز تأويهم كانت صلب الاهتمام. جنود الغذاء أو الفلاحون من جهتهم عكفوا على تقوية المنتوج الفلاحي وتوفيره، وكان للشباب حضوراً مميزاً من خلال دعمهم للقوافل التضامنية الموجهة لمناطق الظل دعماً للفئات الهشة، وحتى الأطفال رفعوا شعار أطفالنا يتبرعون من أجل الجزائر. ودعمت المؤسسات العمومية المواطنين بإجراءات استثنائية كإعفائهم من تخليص الفواتير في فترة الحجر الصحي دون قطع الخدمات، ووفرت وسائل الدفع الإلكتروني تفادياً لاستعمال النقود التي تعتبر من وسائل نقل الفيروس. هكذا هم الجزائريون الذين عاهدناهم، ففي خضم أزمة كورونا ظهر مصطلح القطاع الثالث، هو قطاع المؤسسات الخيرية والتطوعية التي ساهمت ولا تزال في التقليص من آثار الجائحة.
وضمن استراتيجية الحكومة للعصرنة تم اليوم إطلاق مشاريع لرقمنة القطاع الصحة لتوفير قاعدة معطيات تسهل عمل الفاعلين في القطاع للحصول على رعاية صحية نوعية. هذا ما أعلن عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في ندوة صحفية حضرها عن التلفزيون قدر جوابي. بهدف بعث قطاع الصحة 6 مشاريع رقمية تم إطلاقها، أبرزها المستشفى الرقمي لعصرنة الهياكل الصحية ورقمنة الملف الطبي ووضع قاعدة بيانات خاصة بالمريض. اتخذنا استراتيجية ترتكز على تحديث وعصرنة الهياكل الصحية وعلى أنشطتها. فيسعدني اليوم أن أعلن عن إطلاق كبداية 6 مشاريع رقمنة. رقمنة قطاع الصحة يشكل واحدا من 64 مشروع رقمنة صادقت عليه وزارة الرقمنة والإحصائيات، وبدعم وزارة البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال ربط المؤسسات الصحية بشبكة الإنترنت. هناك ما لا يقل عن 64 عملية رقمنة تم دراستها والمصادقة عليها، واستكملنا إلى يومنا هذا 36، وباقي 28 عملية رقمنة واصلة إلى 90% من مستوى التقدم. ربطنا هذول أكثر من 67 مركز صحي ومستشفيات في مناطق الظل بقدرات ساتيلية من طرف تقنيين مهندسي اتصال الجزائر الفضائية. تم تكوين تقنيين وزارة الصحة كوناهم، وأيضا ربط أكثر من 3789 مراكز صحية مستشفيات مراكز صحة جوارية بشبكة الإنترنت. رقمنة قطاع الصحة هدفه الأساسي وإلى جانب متابعة ملفات المرضى وضع نظام معلوماتي يساعد على اتخاذ القرارات في وقتها، ومتابعة للتطورات الوضعية الوبائية في بلادنا. سجلت 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. بتسجيل 422 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الماضية بحالة واحدة لكل 100,000 نسمة، علما أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. 11 ولاية سجلت ما بين حالة ل 9 حالات، و15 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددهم 7 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 413 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد تاعهم 63260، منهم 391 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 50 مريض في العناية المركزة. هذا وقررت وزارة الشباب والرياضة السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والممارسة في الهواء الطلق ابتداء من يوم الثلاثاء، وهذا بعد المصادقة على بروتوكول صحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة جائحة كورونا. وأكدت الوزارة أن قرار عودة التدريجية للنشاطات الرياضية جاء بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة، ويخص هذا القرار الرياضة التالية: ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، التنس، التجديف والكانوي كاياك، الملاحة الشراعية، الرياضات الميكانيكية، كرة الريشة، التزحلق، والرياضة الجبلية، الفروسية، والرياضات التقليدية. يتواصل برنامج حملات التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 باستعمال اختبارات التشخيص السريع المقرر من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي، وذلك لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الثالثة ومختلف النواحي العسكرية. نادي علمي. عدة قوافل طبية توجهت بحر الأسبوع المنصرم إلى مناطق رصف الطيبة، الواد الخضر، بطبيقة، والتاب البلاب ببشار، ومنطقة غار جبيلات بتندوف، ومناطق بودا وتسابيت بأدرار.
مجهزة بمختلف الوسائل المادية من سيارات إسعاف وأجهزة الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 بالإضافة إلى اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية تحت إشراف طاقم طبي متكون من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين وأطقم من الحماية المدنية، حيث تم تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الإنفلونزا الموسمية الذي يعرف انتشارا واسعا خلال فصلي الخريف والشتاء نتيجة الانخفاض الكبير في درجة الحرارة وإجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كوفيد-19. ويعطيكم الخير يا أولادي وربي يستركم ويحفظكم، داويتونا وعطيتونا الدواء وفوتوا علينا مليح وكل شيء درتوه لنا يعطيكم الخير قد صلاة النبي. الله يعينكم على عملكم وعلى طاعتكم اللي طايعين دولتكم وطاعتكم وجايين زايرين تداووه. الدولة الجزائرية الله يحييها كبارا أو صغارا ويعاونها على من عداها، ينصرها على من عداها. والجيش الوطني الشعبي إلى حد الآن مجاهدين حافظين على الوطن. القوافل الطبية وزعت أيضا حصة من كمامات الوقاية على جميع ساكنة هذه القرى والمناطق النائية وحصة أخرى من مختلف الأدوية وتوجيه بعض المرضى إلى الأطباء المختصين بالمؤسسات الاستشفائية لفحصهم والإطمئنان على صحتهم. وفي إطار التكفل بمناطق الظل عبر بلديات ولاية المسيلة تم إنجاز 80 مشروعا تنمويا شملت جل القطاعات ذات الأولوية كالمياه الصالحة للشرب وتهيئة الطرقات وكذا الربط بشبكة الكهرباء والغاز. نتابع التفاصيل مع خليل تواتي. 80 مشروعا تنمويا تم تجسيده عبر 47 بلدية بولاية المسيلة، مشاريع تأتي للتكفل بمناطق الظل وتمس بالأساس تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بالكهرباء الريفية، تهيئة الطرقات وإنجاز ملاعب جوارية. منذ سنين من جدود وجدودنا هما الناس يعانيوا في الطريق هذه، بصح خطر خدموها مليح ونتمنى ان شاء الله يجيو يقدموها للطرق تاع ابن الايمان من هي. كاين منا ولاد عمره زمامته، ولاد تواتي، ولاد عيشه، هذون كاع استفادوا من الطريق هذه. قمنا اليوم على مستوى كل بلديات الولايه بتدشين 80 مشروع، هذا ال 80 مشروع يقدر ب 85 مليار في قطاعات عده من بينها قطاع الطاقه والكهرباء كذلك والاناره العموميه، قطاع الاشغال العموميه، قطاع تزويد المياه المناطق بمياه الصالحة للشرب، وكذلك لاسينيسمون صرف المياه، قنوات صرف المياه. الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة مناطق الظل من المشاريع ذات الأولوية كما هو الحال ببلدية ولاد منصور. احنا كنا في أزمة من عمرو في القرعة تاع الغاز، ممكن حقنا الشتاء نخافوا، كتبنا الحمد لله وتفكرتنا دولتنا. كنا في المزورية واليوم الحمد لله تفكرتنا دولتنا، ما عندنا ما رانا الحمد لله اليوم رانا خبز ولا بسعة. بالنسبه للغاز كان هناك 133 مشروع مسجل على مستوى الولايه، كان هناك للاغلبيه اكثر من 50% اللي تم الانطلاق فيها. ولاية المسيلة تحصي ازيد من 700 منطقة ظل يجري التكفل التدريجي باحتياجاتها. في إطار استئناف حملة التشجير المفتوحة بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي المنظمة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية المدنية والصحافة الوطنية تحت شعار لنغرسها، تم أمس تنظيم حملة تشجير واسعة على مستوى منطقة سد بخدة ببلدية مشرع صفا بولاية تيارت، وذلك بمشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لوحدات إقليم الاختصاص ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، إضافة إلى إطارات وأفراد مصالح الغابات. نظمت جمعية الصيد البري بزمورة ولاية غليزان بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للصيادين وإدارة الغابات حملة صيد للحيوانات الضارة. روبورتاج في الموضوع مع محمد الأمين حديد.
المهم الأمن، الأمن والأمان. هكذا يتم الاستعداد للانطلاق في حملة صيد الخنازير البرية أو ما يعرف بحوشات الصيد الإدارية للتقليل من الحيوانات الضارة، والتي نظمتها جمعية الصيد البري لبلدية زمورة بغليزان، وشارك فيها العديد من الصيادين من ولاية غرب الوطن المنخرطين في الفيدرالية الوطنية للصيادين. قبل ما نبدأ الحوشة، إذا دائما هناك نصائح خاصة من الجانب الأمني حتى يعني تكون الحوشة يعني تتم في يعني كما نقولوا من الناحية الأمنية، يعني ما يكونش هناك أخطار لا إما للصيادين وإما للرباطير. لأجل التقليل من هذا الحيوان، والحيوان هذا عنده الدور تاعه، إلا أن الشكاوي الصادرة عن الفلاحين هي اللي تدفع للدولة عن طريق حوشات الصيد الإدارية المنظية من طرف الولات لتنظيم هذه الحوشات. العملية انطلقت عقب تلقي السلطات الولائية المعنية شكاوى من فلاحي الأراضي المجاورة جراء مداهمة الخنازير البرية سريعة التكاثر لمزارعهم وتكبدهم لخسائر طالت مختلف المنتجات الفلاحية. ولتأمين الصيادين وحماية ممتلكاتهم، يوفر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمين المسؤولية المدنية عن ممارسة نشاط الصيد. التأمين هذا هو عبارة عن قسط رمزي يشترك به الصياد، وين يكون مأمن بصفة كلية على كل الأخطار التي تنجر عن النشاط تاعه. نشاط الصيد البري ليس مجرد هواية يمارسها الصيادون، بل هو وسيلة لتحقيق التوازن البيئي والبيولوجي والحفاظ على تنوع الكائنات الحية. أدانت اليوم حركة النهضة بشدة المقايضة المفضوحة لنظام المخزن بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، محذرة من تداعيات هذه المغامرة والمقامرة على أمن المنطقة كلها. كما استنكرت اليوم الزاوية المركزية للطريقة الشيخية في بيان لها، واحتقرت تطبيع ملك المغرب مع الكيان الصهيوني المحتل الإسرائيلي، واعتبرت تصرفه خيانة للأمة الإسلامية وبيعا لمقدساته. هذا وأكد الصحفي الصحراوي محمد راضي الليلي لدى نزوله ضيفا على قناة كانال الجيغي، أكد أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني يعني أن نظامه على حافة الانهيار. إقدام الاحتلال المغربي على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو نوع من الانتحار السياسي، لأن المحتل المغربي يوجد في أسوأ أوضاعه سياسيا، لم يستطع أن ينهي مشكلة يقال لها الصحراء الغربية طولة 45 سنة، استعمل كل الوسائل بما فيها الرشاوي التي يقدمها للوبيات الدولية، حاول أن يغير الطبيعة الديمغرافية للصحراء الغربية عن طريق الدفع بمغاربة من وسط المغرب وشمال المغرب إلى الصحراء الغربية، من أجل أن يحدث نوع من الخليط البشري في المنطقة. لما استنفذ كل ذلك لجأ إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لأنه يظن بأنه سيأتي بقوة إسرائيل، قوة إسرائيل يعني القوة العسكرية لإسرائيل والدعم السياسي لإسرائيل وكذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية. بقصر ثقافة مفتي زكريا بالعاصمة، أشرفت اليوم وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة على إعطاء إشارة انطلاق الأرضية الرقمية لتأجير الفضاءات الثقافية، إضافة إلى يوم إعلامي حول المؤسسة الناشئة والرقمنة في القطاع. سيدات السادة، الإطارات السامية لبريد الجزائر، تم ربط العديد من المؤسسات الناشئة مع مؤسسات ثقافية ذات طابع اقتصادي تابعة لقطاعنا، خصوصا لتطوير خدماتها وتحسينها وجعلها تساير متطلبات هذه الفترة. ونختم سعيد إذن بتراث مادي متوارث عبر الأجيال، فلا يكاد يخلو بيت جزائري من سيدي المائدة الذي دخل اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، وهو بطبيعة الحال طبق الكسكسي الذي تحدثنا عنه من اللاجل. سكسو، الكسكس، السفة، طعام الحرازلية، تتعدد التسميات وتتنوع الأذواق لطبق دخل العالمية هو الكسكس.
راهو حاضر معنا طعام بالشعير يمثل منطقة الجنوب، تحديدا مدينة الأغواط. هو طعام صحي يقدموه بالخضر، بجميع الخضر، بالخضر عفوا، وتحديدا بخضرة الكابويا المعروفة عندهم، ويقدموه تاني بالبيض، يعني باش يزيدوا يكرموا الضيف ويودوه أكثر، ومعروفين تاني بالطرف اللحم الكبير. سكسويا كيني نخدميه الحشا واش عيد جاي نصحة عيد لها غير الصحة، نخدميت دي تفسوس، نخدميت دي الشتوى، يعني غير المرض الكورونا ياكي يلها غير الصحة، يسعى الحديد، يسعى لي فيتامين. نسوي الحشا واش سي الخلا ربي ثني فكاني خلقتني ربي سبحانه. الكسكسي ليس مجرد طبق، لكنه أسلوب حياة ونسق ثقافي متجدر منذ قرون في الاحترام والاحتفاء وفي الأتراح والأفراح. نهاية النشرة وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، الذي أكد استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة. رئيس الجمهورية يصدر أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19 لبدء التلقيح ابتداء من جانفي 2021. الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد من المدية أهمية توجيه السياسة الوطنية للتكوين نحو تأهيل الكفاءات الوطنية خلال إعطائه إشارة انطلاق الدخول المهني 2020-2021. محور الطريق السيارة الرابط بين الشفا وبرواقية يدخل حيز الخدمة، والمشروع مكسب كبير وذو أهمية استراتيجية يربط البحر المتوسط بالساحل الإفريقي. ضمن سلسلة تقاريرنا حول حصاد 2020، عدنا بكم إلى الهبة التضامنية للجزائريين والجزائريات موازاة مع تفشي كورونا فيروس، كما رصدنا لكم الجهود الوطنية لمكافحة الوباء في غمار سنة كاملة. وتابعتم الأمثلة تستفيد من مشاريع تنموية لفك العزلة عن المناطق النائية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي يواصلون حملات التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا لفائدة السكان بتندوف أدرار وبشار. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم.